وإلى أداء بورصة عمان، فما زال حجم السيولة المتداولة ضمن مستويات متدنية وبلغت بجلسة اليوم 4 ملايين دينار، رغم أن مستويات الأسعار ارتفعت بنسبة 35%. عضو مجلس إدارة بورصة عمان نزار الطاهر أرجع هذا إلى تأثير الظروف السياسية والأمنية في المنطقة على معنويات المتعاملين بالبورصة، على قرارات المستثمرين خاصة الصناديق العربية، إضافة إلى إغلاق الوسطاء للحسابات المكشوفة قبل انتهاء العام الحالي وتراجع أسعار أسهم شركات كانت تسيطر على 50% تقريبا من حجم التداول.